لم تتوقف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح عن قصفها المستمر لأعيان المدينة في محافظة تعز، وخاصة منها المستشفيات، بعد إقدامهم أمس على قصف المستشفى العسكري في عاصمة المحافظة بالمدفعية الثقيلة، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة لحقت بالمستشفى. وتأتي العملية في وقت تواجه فيه المدينة حصارا جائرا من قبل الميليشيات ومنعها من إدخال الأجهزة الطبية والأدوية ومساعدات الإغاثة إلى المتضررين. للوقوف حول هذا الموضوع يضم معنا دكتور عبد الرحيم السامعي، مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز. نرحب بك دكتور. مرحبا. إذا هناك قصف متواصل من الميليشيا يعني يطال المستشفيات في محافظة تعز. بداية دكتور، يعني هل لديك إحصائية بعدد المستشفيات التي تم أو طالها قصف الميليشيا في محافظة تعز منذ بداية الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد أن المستشفيات والقطاع الصحي في تعز قد ناله من الظلم ومن الحصار ومن الاستهداف المباشر ما ناله خلال عامين ونيف. وكانت أبرز القطاعات التي تعرضت إلى الاستهداف المباشر والقصف أكثر من القطاعات الأخرى، يليها قطاع التربية والتعليم والمدارس والمستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري والمستشفى العسكري الذي لا زال يتعرض للقصف اليومي حتى هذه اللحظة. حتى يوم أمس تم استهداف المستشفى العسكري واستهداف غرف العمليات ومبنى الإدارة، وكذلك المبنى الذي كان مخصصا لإقامة أو تشغيل مركز غسيل الكلى داخل المستشفى. نعم. هناك العديد من المراكز الصحية أيضا تعرضت إلى القصف وتعرضت إلى التهديد الأمني ما حولها، حتى وإن لم تتعرض للقصف المباشر فإن أصبح العمل داخل هذه المراكز والوحدات الصحية من المستحيل. وبالتالي فإن القطاع الصحي استهدف بكل الطرق المباشرة وغير المباشرة وفي مدينة تعز. نعم، إذا كما ذكرت يعني القطاع الصحي طبعا ناله نصيب الأكبر جراء هذه الحرب وأيضا جراء القصف المستمر من قبل الميليشيا. طيب هذا القصف المستمر دكتور عبد الرحيم، يعني ألم يؤثر في يعني جاهزية واستقبال هذه المستشفيات للجرحى اليومية طبعا اللي تصل المستشفيات؟ هل يعني يتم ترميم، هل يتم يعني استعادة الجاهزية لهذه المستشفيات بين الفينة والأخرى؟ بالتأكيد عندما تغلق هذه المستشفيات مستشفيات عامة أو عندما لا يستطيع المواطن والجرحى الوصول إلى المستشفيات، بالتأكيد بأن هذا يؤثر على تقديم الخدمة، وبالتالي فإن معظم الجرحى الذين وصلوا إلى مرحلة الإعاقة كان يمكن تلافي هذه الإعاقات بوجود هذه المستشفيات وتقديم الخدمة الجراحية لهم. لكن الكثير من هذه الإعاقات كما قلت هي سبب التهديد المباشر والاستهداف لهذه المستشفيات والتي أغلبها خرجت في أوقات معينة عن الجاهزية، والآن الحكومة الشرعية مثلا بوزارة الصحة وكذلك السلطة المحلية تعمل جاهدة بإمكانيات لا نقول أنها شحيحة ولكن قد تكون أقل من ذلك على إعادة الجاهزية للمستشفيات الحكومية، لكن تظل هذه الجاهزية أيضا لا تقارن بحجم الكارثة التي تعيشها مدينة تعز. وبالتالي صحيح ولا تلبي يعني. نعم نعم، وخاصة في ظل هذه الظروف من تفشي مرض الكوليرا. نعم، سنأتي على ذكر سيدي مرض الكوليرا وجاهزية المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة تعز، ولكن يعني ذكرت أنه هناك إمكانيات شحيحة من قبل وزارة الصحة وأيضا مكتب المحافظة هناك، يعني ليس لديكم شركاء يعني ينشطون معكم في هذا الجانب، الجانب الصحي، مثل الصليب الأحمر أو اليونيسف أو منظمات أخرى؟ للأسف الشديد معظم المنظمات لا زالت تغرد مع الميليشيات ومع من ينتحلون صفة مكتب الصحة في المحافظة، والذين غادروها وتركوا أهلها لمصيرهم من الأمراض والاستهداف من قبل الميليشيات الانقلابية. نعم. ذهبوا إلى خارج المحافظة يتقطعون لكل شيء يصل إلى تعز. فعلى سبيل المثال منظمة الصحة العالمية لا زالت حتى الآن تتعامل مع الميليشيات ومع أفراد داخل المدينة،
ينسقون وينفذون برامج وهمية لا أدري أين هي ولا ما هي. منظمة اليونيسف أيضا بالرغم من زيارتها من قبل الأخ وزير الصحة معالي الدكتور حسن باعوم، وكنت بجانبه يوم أن زار مكتب اليونيسف في عدن، تعهدوا بأن يتم التعامل والاتصال داخل المدينة مع مكتب الصحة المعين من قبل الشرعية، لكن إلى حد الآن لا زال التعامل فردي، يتعاملون مع أفراد. لا يبدو أن الضغط الميليشيات على هذه المنظمات لا زال يمارس بشكل وقح. فإذا هذه المنظمات للأسف معظمها لا زالت تغرد مع فريق الميليشيات، وبالتالي نحن ندعو أن يجنبوا كل أنواع الاتصالات الشخصية، وأن يتعاملوا مع مكتب الصحة المعين من قبل الشرعية لكي نقدم خدمة للمواطن بعيد عن كل الحسابات مهما كانت هذه الحسابات، حتى ولو كانت سياسية، حتى ولو كانت شخصية، فضاء يعني علاقات ودية. وهذه المنظمات تتحدث أنه يهمها بالنتيجة هو المواطن فقط بعيدا عن أي تسييس. طيب دكتور، لو تحدثنا بالنسبة لموضوع الكوليرا، يعني صنعاء الآن أعلنت أنها يعني منطقة منكوبة بالكوليرا، ماذا عن محافظة تعز؟ يعني هل تم رصد حالات مصابة بهذا المرض؟ نعم، في تعز حتى هذه اللحظة نحمد الله سبحانه وتعالى أننا بدأنا مبكرا وشكلنا خلية طوارئ لمكافحة الكوليرا يوم الخميس الماضي. هذه الخلية برئاسة مكتب الصحة، لدينا في مكتب الصحة وعضوية المختبر المركزي ومؤسسة المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة ومنظمة أطباء بلا حدود. تم توزيع الأعمال فيما بيننا للتواصل مع المنظمات الأجنبية واتخاذ إجراءات. اتخذنا العديد من الإجراءات وهي الكشف على الآبار في مناطق الثعبات والمقلية والنسيرية والجبرتية السفلى وفي عصيفرة وفي منطقة سيناء ومدينة النور والبعرارة وفي مناطق كثيرة. أخذنا عينات من هذه الآبار، ما ثبت من هذه الآبار بتلوث وتم الكلورة، صرفنا مادة الكلور. الكلورة مادة رئيسية في منع تفشي الكوليرا. حتى الآن سجلت 12 حالة موجبة داخل مدينة تعز، 4 منها مؤكدة فقط اليوم. بدأت الحالات حالة واحدة ثم حالتين ثم ثلاث ثم أربع، واليوم 4 حالات دفعة واحدة، مما ينبئ بأن هذا الغول الآن بدأ يزحف على مدينة تعز. هناك وحدة رئيسية متكاملة لعلاج مرض الكوليرا في المستشفى الجمهوري، لكن أنا أحذر من أنه إذا تحول هذا المرض إلى شكل وبائي داخل المدينة فإن هذه الوحدة لن تستطيع لوحدها تقديم الخدمة. نحن بحاجة إلى فتح أكثر من وحدة معالجة كوليرا. هناك في صنعاء فتحت المدارس لاستقبال المصابين بالكوليرا، وبالتالي فإنه في تعز سيكون الكارثة والطامة كبرى نتيجة لأن هذه المدينة محاصرة، لا تحصل على مياه الشرب النقية بالشكل المضبوط، الأغذية أيضا غير مراقبة. اليوم نزل فريق من المختبر المركزي والفنيين لأخذ عينات من كافة أنواع الخضروات من السوق المركزي، سيتم فحصها أيضا كما فعلنا بالنسبة لآبار المياه. اليوم فريق آخر ذهب ويدور على كل محطات التحلية داخل المدينة. نحن وضعنا حتى الآن نقول الحمد لله، لكن الوضع تحت السيطرة كما تحدثت لإقامة هذه الخلية الطوارئ التي تحدثت عنها مع شركائهم. فنحن نتمنى يتم السيطرة ولا يعني يتحول إلى وباء كما حدث في العاصمة صنعاء. أنا أشكرك شكرا جزيلا مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، شكرا جزيلا.